حلقة رمضان السنة في خاتم سليمان وبعدها مباشرة لبسة الخاتم. خلينا نستقبل نجمة تونسية في ريال يوسف. مرحبا. مرحبا. تفضل فريال. فريال الجمهور يحب يسألك لباس. الحمد لله. ما تنجمش تكون لباس خير من هكا. مبروك نجاح المسلسل ومبروك عايشك. مبروك ما عملت. يعيشك يعيشك. باش نقول لك العقبه ليك انت سبقتني. يعيشك. انا نحب نسالك انت مازلت كي كتبت صديق على رجل اعمال مصري. نحب نسالك راجلك اش عنده خير مني؟ والله سؤال محرج جدا. ماذا بيا كي تجيبوه لي على التليفون استعين بصديق. فريل انت فريل جراجا كنت وليد فريل يوسف سنه كسوس وليد سنه يوسف من يوسف ده. يوسف جدي العزيز والله. اي والله شوف هو اسم يوسف باختصار اسم جدي في بطاقة تعريف فريال بنت محمد بن يوسف جراجا باهي. وقت توقيع العقد نتاعي مع الباتروس في فيلم بالالوان الطبيعيه المنتج قال لي توا شنو الحكايه جراجا باش نكتبوها جراجا كان كتبناها بالقاف تقرا اراجا انا في الورتاني يقول لك جراجا في حتى في تونس ما يعرفوش ينطقوا اسمك شنو باش نعملوا لك دونك اختار محمد قلت له لا نخليه ذكرى محمد على الشيره تكريما ليها ما نحبوش نجبدوها خاطر كان باش نحطوا في ريال محمد باش تولي الناس تقول لك فما سيره قرابه في سيره المراه باش نحيروها في قبرها وكل حوارات شكون قتل ذكرى وباش توحل معناتها في اكزاكتومون لاني قريبتها حتى شيء في ريال يوسف باهي في ريال يوسف باهي بالمنطق هذا خاطر اسمه صعيب لو كان جاء ارنولد شوازيلينجر في امريكا يخمم كيف كرا اسمه ارنولد يوسف خاطر هو في امريكا قالوا له ليه ليه والله يقول لك حاجه على ارنولد شوازينيغر برشا ما يعرفوش ينطقوا اسمه ميلا في بيختوا خاطر اول ما بدا هو وقتها مازال جديد قالوا له موجين هذا شوازينيغر هذا مستحيل تمثل فيه مستحيل تولي ستار شد فيه صحيح ما ندمتش بعد حكايتي لا اوكي فريليوس اوكي دونك معناتها تعرف شدة ثنية هند صبري بالضبط تبدا بفيلم يعمل اثاره اللي هو بالالوان الطبيعيه هي رجل وانت علاش تجبدي هند صبري سامحنا هند قلت قلبي لما كان له للحب كيف هي بعد زواج من رجل اعمال مصري كما هي من بعد صديق وحتى روبة صديق الفا البيجي كما هند صبري الفا البيجي تحيه لالفا البيجي تحيه لالفا البيجي ألفا البيجي عملت لي الروبا في وقت قياسي جدا قالت لي فريال انا تحب لي ثلاثة شهور وتريزا والواحد والسراجين وسلبلي شنو روبيت توا هكا بالتليفون قلت روبيت هكا في نهار لا لا حذرتها استنى 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 في شهر 15 استنى روبا ثلاثة شهور قداش تتكلف ثلاثة شهور يخدموا فيها والله هي تريزا باليد وتريزا وسراجين ونعرف شنو اذا ما تابت وسط بلاد ما قلتلكش كيف يعملوها يا فريال قلت لك قداش تتكلف روبا الرجل دفع لا 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 والله نقول لك عرفت حاجه خير مني توا والله العظيم والله العظيم اجا نقول لك كاتبين صديقي الكل عملته كادو لراجلي على خاطر عيد ميلاده نهار 1/9 نهار ونهار 1/9 جاي تقدم لي اوفيسيلمون خاطر كان كله اوفيسيو جاي اوفيسيلمون تقدم لي وهو شد صحيح ما عرفش علاش كاتبين صديقي ما مثلا مش كانت قدمك على 11 سبتمبر تكون سامبوليك اكثر والله انا مش نعمل عرسي 11 ديسمبر بالحق يوم عيد المراه طبعا قمت بخطا كبير في ريال كان ما في بالكش في شنو وقت اللي كتبت صديق نهار الجمعه واحنا الكل نعرف انه كاتب الكتاب يوم الخميس الجاي والله شوف احنا كل شيء تونسي عملناه كل شيء عملناه تونسي انا وفل حتى ايش نقول لك متراكسيون حتى للروبا وصديق والعدول وال احنا نحكي لك بلغه الثوره شويه انت يا نوف انت عملت صديق نهار الجمعه هل كانت جمعه النكسه جمعه الحسم جمعه الرحيل ولا جمعه النصر جمعه التحرير به انتم اتفقت انت وراجلك باش تعيشوا حياتكم بعيدا على الاضواء راجلك رومانسي برشا يحب الشموع جدا اكثر مني بالحق وانا نموت عش مع انا اوفر دوز كيما يقولوا عش مع هو طلع اكثر راجل مني. راجل انا نحب نسال للفضول راجل مصراوي مع امراه تونسيه باش يعرسوا باش وصديق تونسي وصديق تونسي معناتها فما حاجات في الكواليس نحب نعرفهم قول يلا بيه. فما جمل بين الراجل والمراه يقولوهم لبعضهم اوه ما نحكي لك انت باش تعرفهم بالتونسي نحبهم الجمل هذم كيفاش يتقالوا بالمصري واضح لحظه امان قد له
والله نشوف فيك تفارع من قبيله يعني اربكتك ما حب حد يفهمني برجولي لغيتك شويه طايحك احكي دونك عبارات في الدار كيفاش تقولهم به ما تنساش تخرج البوبيل بالمصري كيف تولي ما تنساش تطلع الزباله برا اثنين يشيح حريقك بالمصري ايش تولي الله يخرب بيتك شبيك مراجه كيفاش تولي بالمصراوي هذوما عبارات يقولهم راجل مرت ولا المراه رجل لا مراجه قالت لا لا شبيك مراجه هما يقولوا استنى بتعكنن ليه بتعكنن ليه بتعكنن ليه العكننه خفيفه العكننه لا لا العكننه خفيفه على مراجه والله نسيت تصدق به انا رو من اجل سعادتك الزوجيه نسال فيك الاسئله هذوما سريع ليه هذوما المصطلحات هذوما استحاله نتعامل بهم مع زوجي انا صوتي ليه. بح ما شفتش صوتي مبحاح من كثر ما هو يقول لي نحبك ونقول له انا زاده اذا نورمال ما زلتوا ما عرستوش ده في مجرب لا لا ولا جهين وين انا لا اموري واضحه صوتي صعب خرجني نقهوج طلعني يلا نروح نشرب شاي فوالا يعطيك دوده بالمصري كيفاش تولي يلا فريد نورمال نورمال هما ايحاءات ايحاءات يلا يا لهوي يا لهوي يعطيك دوده يا لهوي يا لهوي باش تولي لي كيما الام بي سي فور تبا لك يحطوا في الوقت يترجموا به يزمتنا غريز كفايه نكد بقى كفايه نكد اوكي كنت في مصر تعديت من الحلقه بديت 13 في مسلسل خاتم سليمان كنت مثلت قبل في كلام نسوان عندك ملكه في المنفى افلام الراجل غامض بسلامته بالالوان الطبيعيه نسيت ازمه سكر ازمه سكر نشوف فيك مقبله تراجع ازمه عسل زاد الافلام هذوما كان عملتهم في تونس كنت تولي قد صبح عمرك يظهر لي بحق معناتها يظهر لي انا شكون قال لك انا ما مشيت لهمش الصبوحه ديجا لا 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 اما 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 في عامين هذوما الكل تبارك الله تبارك الله الحمد لله لا خاطر يعني ريتم اخر نسق يعني ايقاع اخر في العمل انتاج اخر ناس يتنفسوا فن احنا الفن موسمي جدا جدا استناو رمضان وربي يخلينا بعض الاسامي اللي قاعدين يخدموا ربي يسترهم ان شاء الله ويحميهم باش حاجيت تصفيقه بجاه ربي على الاسماء هو اسم شكرا نباع في القناه كمل وسامحني وليد زراع كان حاوس في التيران تاعك بالحق معناتها انت جات بريود فديت قلت ما هذا الفن اختاني منه مشيت تخدم في ما نعرفش في كوميرس في تخدم سي فري انا لي خدمت حتى مع الحريري سمعت ليه معلومات غالطه المصدر نتاعك مصدر غلط ياسر مصدر تقطيع وتاريخ فري المصدر نتاعك تو ولا نكلمه مقطع اعطيني معناتها عديت عامين ثلاثه وانت فاده ومعناتها وتخدم في خدمه لها علاقه انا غبت شويه على خاطر كنت عام في الماستر نتاعي في ليكول سوبيريور دو كوميرس ومن بعد قلت بربي تو شنو انا بشادي والفن موسمي جدا ونهار يجيك سيناريو باهي ونهار نلقى روحي قاعده حاطه يدي على خدي نقول وقتاش باش يجيها سيناريو باهي لقيت هذا وقت انت في تونس في تونس لقيت روحي يجيني سيناريو نهز معاه بوكي ورد ونقول لهم سامحني نزيد نخسر عليه بوكي ورد ونقول للمخرج سامحني ما نجمش نخدم باش ما يتنبز شيء ولا خاطر فما برشا يتنبزوا لقيت روحي في موقف محرج جدا لقيت روحي نخدم في برشا حاجات مانيش راضي عليها علاش خاطر باش نكون موجوده سي با لابين ولا باش نقعد خمس سنين في الدار قلت هي برا نجرب البيزنس جربته جاتني فرصه باهيه في مصر سانسيرمون انا كمشيت مشيت لمصر ما مشيتش لمصر كست اعمال مدير التسويق لا لا مدير التسويق جبتها ست اعمال هذه حاجه باش نربطها مع رجل ما عندهمش ست اعمال المراه يعيطولها رجل اعمال مراه اعمال فوالا ثقافتي المصرية وباش نصلحها بعد ثقافتي المصرية خايبة شوية أوكي في مصر أنت قاعدة يا أخي تعدى واحد قال لك يا مازنك نجم تمثل لا لا أنا حبيت نرجع لقيت روحي مانيش ملك روحي في البيزنس لأنه القرارات كلها مش في يدك تجي تحضر
يعني بروغرام كامل تخدم على روحك يمصوا لك دمك من 9 نتاع الصباح ل 11 نص الليل نورمال ياسر تقعد في البير ومن بعد تلقى قرارات بالافكار هذه في بالك اللي معناتها بالافكار هذه نجم حمل همام يحب عليك في حزبه كيفاه؟ خاطرك ضد الراسماليه والدنيا لا 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 علاش ضد الراسماليه لا لا ومانيش شوف مانيش ضد الراسماليه مع انه انا كنت على خلاف مع خالد الصاوي اللي هو اشتراكي يعني اشتراكي على قوة جهده جدا يعني ما اختلاف معه انت قدام خالد الصاوي في المسلسل الاخرين اللي تقريبا تتسمى مسلسل اللي بديت به تعرفت به في مصر المسلسل اللي تعدى تو دانيير مور رمضان اللي فات قدام خالد الصاوي رانيا فريد شوقي تحية اول مره شاركت في عمل جماهيري جماهيري على الاخر معنا جماهيري على الاخر اي لانه ازمه سكر زايده كان بالنسبه لي انا نقله نوعيه بالنسبه للجماهير في مصر يعني الناس تفرجت في ازمه سكر لقيت روحي الشخصيه تعرفت في الشارع الوجه تعرف من خلال الشخصيه ممكن ما يعرفوش الاسم لكن يعرفوا الشخصيه يعرفوا الوجه هذاك شكون لكن خاتم سليمان عمل نقله أخرى. في كواليس المسلسل خاتم سليمان سمعنا ما خلصوكمش وشيكات دون رصيد وواحد معناتها قلت لهم فكرتوني بلدي تونس معناتها ولا ليه 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 ولا ليه 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 باش ما نظلموش الناس اللي انا خدمت معاهم سانسيرمون انا كنت وقتها نخدم على الاذاعه والتلفزه التونسيه نخلصوا على اخر فرانك وقتني نكمل نخلصوا شويه اما على اخر فرانك نخلصوا شويه لكن على اي بلا ندفعوا اما التزيار. اما المشكله صارت المحمود بركه المنتج انه قبل الثوره كان عامل بروغرام انه باش يدخل زوز مسلسلات بعد الثوره الشركاء نتاعو انسحبوا من الشراكه لقى روحه وحده هز زوز مسلسلات مسلسل مصري يتكلف حوالي 20 مليون جنيه اقل حاجه مليون جنيه يعني 2 مليون دو دولار فلقى روحه وحده هز الدنيا الكل احنا صبرنا لكن العمال ما نجموش يصبروا مش على خاطر حاجه خاطر العمال لقوا رواحهم هابطين من ديارهم يحبوا يركبوا ان مويان دو ترونسبور ما فماش فلوس باش يركبوا ان مويان دو ترونسبور سي تو يعني واضح والمسلسل زاده معناتها تقريبا ما نجمتش تعطي فيه ادائك 100% الزربه تبلفيت برشا في تصوروا صباح قريب تكتبوا مباشر في المسلسل تصوروا صباح تعديوا العشاء على الهواء كما كل ما تشكر انت بيدك معناتها تمنتيو لك زوز ولا ثلاثه حلقات نحيت منهم معناتها خاطر زربه ما نجموش يعملوا مونتاج مش نحاو ما صورناش عندي مثلا لو ديكور نتاع بيرويا في القناه الحره هذيك ما شنو نجيب باش نصوروا في البروجرام 10 مشاهد نقاو احنا نصوروا في 5 ولا في 6 برك معناتها في هذا الكل ما ندمتش اللي كان شاركت في نجوم الليل الخير